هذا يقول هل الكذب من الكبائر؟ نعم الكذب من الكبائر اياك والكذب ها آه قال عليكم بالصدق فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه واياكم والكذب فان الكذب يهدي الى الفجور والفجور يهدي الى النار الكذب من الكبائر الصدق ضد الكذب وما احد يحب انه يكذب عليه فلذلك لا تكذب على على غيرك لا في قول ولا في فعل ولا في غيره